على بركة الله تعالى اليوم تنطلق رحلة أخرى من رحلات إلى البقاع المقدسة. كما تعلمون أن أول رحلة انطلقت يوم الأربعاء 22 جوان من هذا الشهر، آخر رحلة 22 ماي، آخر رحلة إن شاء الله سوف تكون يوم 11 جوان، وأول رحلة إن شاء الله في العودة سوف تكون يوم 22 جوان، وآخر رحلة تكون يوم 9 جويلية. الذين ترشحوا لأداء فريضة الحج في هذا العام هم 217,331، اصطفى الله منهم 10,982، 10,982 هذه الحصة المخصصة لتونس من السلطات السعودية. أكبر حاجة الحاجة رقية من رمادة عمرها 104 سنوات، أصغر حاجة من صفاقس عمرها 25 سنة. بحمد الله تعالى الظروف طيبة، الزاد الشرعي والزاد الفقهي، لأن رحلة الحج هي رحلة تعبدية ومنسك قبل كل شيء. وزارة الشؤون الدينية أمنت 2504 دروس بفائدة الحجيج. هناك فريق يتكون من 520 فيه بعثة صحية، بعثة كذلك خدماتية من المؤطرين والمرافقين، وبعثة دينية من الإرشاد الديني، وبعثة من الخطوط التونسية. الرحلات تؤمنها الخطوط التونسية والخطوط السعودية مناصفة، هي 42 رحلة، 22 رحلة باش تؤديها الخطوط التونسية، و20 رحلة سوف تؤديها الخطوط السعودية، وآخر رحلة سوف تنطلق من هذا المطار، من المحطة الثانية لمطار الحجيج، يوم كما قلت لكم 11 جوان على متن الخطوط التونسية. اطمئنوا بحمد الله، بلغوا صورة مشرقة ومشرفة لحجيج تونس، سوف يؤدون مناسكهم في يسر وسهولة ومرونة، لأننا كلنا بما فيهم وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي هو خادم لحجيج الميمين، وشرف لنا أن نكون خدم لحجيج ابنائنا حتى يؤدوا مناسكهم وهم محفوظو الكرامة، وبإذن الله سيجدون ما يسرهم من أبناء بلادهم وكذلك من إخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية. ولنا إن شاء الله لقاءات في يوم عرفة وفي المناسك، نبلغكم أول بأول ونطمنكم إن شاء الله على آبائنا وعلى أمهاتنا وإخوتنا الحجيج الميمين. وكل شكر لكم وسائل الإعلام المجيدة التي ترافق هذا الموسم الطيب والمبارك. ممن يتطور الوفد الرسمي؟ قلت يعني أطباء، المرشدون، الدينيون، البعثة الطبية، لأن قررنا سنة كون كل طائرة يكون فيها 2 أطباء وممرض. تعرفوا لحجيجنا الميمين يعني عدد كبير، عندنا 53% هم من الحاجات، 47% هم إناث، معدل الأعمار 56 سنة، ولكن هزينا معانا العديد من الحجيجة الذين هم من المرضى وكذا، وما حبيناش نحرموه رغم أن المقاييس تكون صارمة، ومنهم من يحتاج حتى إلى تصفيه الدم أو شيء، ومع ذلك انفضلوا كونه ما نحرموش من أداء الفريضة ونعمل جهد إضافي وما نقصروش معاهم مش ما تحرموش من أداء هذه الفريضة. شكرا.